بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقينا فتح دركم تات فتح أخكاران. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. دید پارا چی بخنو کی اللہ تا تدائے چی مخی ستیر شوی استاد گنا نائش رسو شوی او پورا کی اقبل احسانات پتاوانے او کل کتاب پسید اللہ رقبل وینصرک اللہ نصرا نزیدا او مدد در کی تعالی اللہ تعالی امداد زورا ورم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أصل عذاب ديرا ولغ إتمنان تسليم وزنون دا مؤمنانو كي دي أبارا چيزياتي كي إيمان دادي سرد زور إيمان دادينان. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وخاص الله للاختيار للخكر والأسمان والدزم القويم وذي الله تلافو يا بارس حكمة والعلم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. دیدہ پرائش داخل کی اللہ تعالی مومنان سڑی و مومنان زنانان جنتون تائش بئی کی بلان درائے والے ہمیشہ بئی دی پائے کے او معاف کی دیتا ددی بدائے او دیدہ کار دا اللہ پنیبانے کامیابی لویا. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. عذاب وركي الله منافقان سروا منافق زنان اوتان ومشركان سروا مشرك زنان اوتان چه گمانون شريف الله باني ناكارا گماننا وديبان لراشي حادثي ناكارا. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وغضب كه الله فدي ولعنه دي بكره وطيار كه دي پارا جهنم وبد زيد ورتو دا جهنم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وخاص الله درا لخكر الاسمان ودلم كريم او دے اللہ تعالیٰ ضرور حکمت والے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یقینا لے گلے منت و بیان کو ان کے حق او زیر اور کو ان کے او یر اور کو ان کے. لتومنوا باللہ ورسولہ وتعزروا وتوقروا وتصبحوا بکرۃ واصیلا. دید پارا چھتا سیمان روڑے پا اللہ و دا پا رسول او عزتو کے داغو و توازیو امدادو کے داغو و عزتو کے داغو او تسبیح و اللہ تعالی لرسبائی او بیگائی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یقیناً کسان چی تاثر بیعت کئیم یقیناً دی بیعت کئی دا اللہ سرام ذکر اللہ صد اللہ جدید اللہ سنون دا پاسرین. فمن نکسا فإنما ینکس علی نفسین. وچاچی مات کدا بیعت یقیناً ماتی ہے و بالب بدوانیم. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فصیوتی اجر نظیمان. اچھا چھ پورا والے کو پائے چھ لاؤ دکڑے پائے بانے اللہ سرام نظر دے ورکی با اللہ آغتا جلوے.
فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا زده ويبتا تا كسان چپاتي كريشي ده جهادنا رباندو آلنا دي مشهور كرهم لازم مالونو زمنوال باشتم ده پارا بخن غاران يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وَإِذِي بَقُلُ جِبُهَا عَيْشِ نِشْتَدَيْ بَذُنُّكِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَئِنْ إِنَّ رَادَ بِكُمْ ظَرَّنَّ وَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا نصوك اختیار لري تاصل رضا اللہ عنه يوسیدن قوالي اللہ فتاصباني ضرر در قول یاوالي تاصل نفذر قول بل كان الله بما تعملون خبيرا بل كده لا تلا فعملون جداسك ويخبردار بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بلکہ تاسو گمان کو چی چری واپس لنشی رسول و مومنان مخبل کو کلو کرن تای چری اور ڈولی شو دا گمان ستاسو بزنو کے او گمان نکول تاسو بد گمان نام او اے تاسو قوم حلاکی دن کے ومن لم یومن باللہ ورسولی فإنا اعتدنا للکافرین سعیران او چاچی مان نہیں راوڑی پا اللہ دا پا رسول یقیناً تیار کرے مندے کافران دراؤور بل کرے شرین وللہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وکان اللہ غفور رحیما او خاص اللہ درد بادشاہی دا اسمان مدد مکیم بخن کی چالر شیواڑی عذاب ور کی چالر شیواڑی او دے اللہ تعالی بخن کو ان کے مرحم کو ان کے